نجات من السعودية. متابعتكم من السويد. متابعكم من مصر. أحبكم. بنات بالتوفيق، بحكم كتير كتير. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. سعيدة. جينا الريف حتى نزور خال زوجتي. مرة جميل المشي هنا جنب النهر هذا، كل شيء نشوف بط كثير جنبنا بيسبحوا في عرض بالشارع. حيجي الحين كثير ناس بيستنوا هناك. جايين جايين. لازم نجروا هذه العربة في القرية هذه. هذه عادة سنوية عندهم، جاي من كل أنحاء بريطانيا عشان هذه الفعالية، وبيروحوا 6 قرى في هذه المنطقة، وفي كل قرية في ساحة يوقفوا فيها ويسووا رقصاتهم الشعبية. Thank you, darling. كيف العرض؟ ماما تبي ماما تبي اوه طارت اوه في فتحة هنا كاننا داخل قلعة هنا. شوية شوية ماما لا تطيري. هذه ايمان مع خال زوجتي ايمان. حتى الكلاب فوق الاحجار ما تبي تمسك الموية. تبي لا تطيحي ماما. الناس كلها قاعدة تتفرج. الفكرة انه مخفضة هذا الموية حتى البوت اللي يجي من هنا لانه تحت يقدر يطلع فينزل تحت، مويه هذه حتكون منخفض بعدين يرفع المويه حتى البوت يكمل مساره. الرجال دحين راح يدخل المويه جوا حتى تطلع البوت. هم في جوله سياحيه، في كثير ناس جوا. الرجال بيفتح هذا حتى يمر البوت. العربة اللي شفناها من اول الحين بتمر من عندنا، تخيلوا بيجر العربة طول اليوم وراح يحاول يقطعوا 4 أو 5 قرى، فمرة تعب. هاي العربة جاية. الرجال العربة رمى حلويات، ما مسكت واحدة بس. حتى انت؟ اه يوسف قاعد يدور على واحدة ما مسك اي شيء. ايمان اعطت حلاوات ليوسف. رجعنا البيت اتغدينا والحين العصر، طلعنا عشان هذول الناس اللي بيجروا العربة المفروض يمشوا هنا فوق التل هذا. نبغى نشوفهم هم يجتهدوا وبيجروا العربة فوق التل هذا، حيكون يضحك شوية. المنظر اللي ورانا خرافي. ايوه ما شاء الله. هذه ثالث مرة نشوفهم اليوم. نمشي وراهم الحين، راح يتجمع في ساحة ويعطونا عروض رقص واشياء زي كذا. كلهم يتجمعوا هنا في هذه الساحة. زحمة مرة زحمة. المستعرضين جايين من كل أنحاء بريطانيا جايين لهذه الفعالية. كل شوية تيجي مجموعة من منطقة معينة في بريطانيا وتعطينا رقصة شعبية. إيمان روحوا ارقصوا في النص دحين ما في حد. روحي يلا بسرعة. طيب روحي في النص اعطيك 5 باوند يلا ارقص هنا في النص يلا. They're coming now, they're coming.
Oh, so thank you. That's nice of her. And a big clap for Mark. Have a real clap. كل مرة انحرجت لما رقصت في النص. هذا تحدي وفازت 5 جنيه عشان رقصت في النص. بحط معلومات هذه الفعالية أسفل الفيديو. طبعا في كثير فعاليات في بريطانيا بالذات في الصيف. علقت. إيمان إيش بك؟ تقول علقت حطيح وحموت. ما حتموتي